السلام عليكم أبناء تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، درسنا لهذا اليوم من قراءة الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة وصح الأسد غضبانا وزأر زئيرا مخيفا، فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وصاح: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لابد من قتلك. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيد الأسد. قال الأسد: لا أسامحك، سأقتلك. قالت الفأرة: اتركني يا سيدي، فقد أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال: كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسدا قويا مثلي؟ لكني سأعفو عنك هذه المرة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة صياد، وحاول أن يخرج منها ولكنه لم يقدر. زأر الأسد بأعلى صوته ونادى: النجدة، خلصوني من شبكة الصياد. سمع الفيل زئير الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر. وركض الذئب نحو الأسد وحاول أن يخلصه لكنه لم يقدر. سمعت الفأرة زئير الأسد فركضت نحوه ورأته في الشبكة، فقالت له: لا تخف، سأخلصك من هذه الشبكة. قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. فرح الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك، أنت خلصتني من الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.